الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيدين الوزيرين المتميزين، السادة رؤساء الفرق، السيدات والسادة النواب والمستشارين، أيها الحضور الكريم، السيدات والسادة رجال الإعلام. يشرفني ويسعدني أن أتواجد مع فرق الأغلبية البرلمانية، وأنا فريق أساند هذه الحكومة، وهذه المساندة ما جاتش من فراغ. إنها مساندة أولاً لعدة أشياء. أولاً كانت تربطنا بحزب التجمع الوطني للأحرار عدة أمور. كان عندنا لولايات متعددة فريق مشترك، ثم كذلك نقتسم معهم ومع جميع الأحزاب الثلاث المكونة للحكومة نفس المبادئ، وخاصة لما شفنا البرنامج الحكومي اللي جات فيه الدولة الاجتماعية، ولأول خطرة كنسمعوا هذا البرنامج. إذن كانت مساندتنا مطلقة، والمساندة ديالنا تزادت لما جاء رئيس الحكومة المحترم وعطى الحصيلة ديال نصف الولاية. هذه الحصيلة اللي كانت بالأرقام وبالوضوح تعبر عن الفعل وعن ما يجسده الواقع، بحيث الجميع الآن، لأن احنا مأمنين بأن هذه حكومة ما كتهضر حتى كدير الأشياء، فلما فعلت ولما أنجزت هنا جاء الكلام. وكنظن لأن الكلام ولا جميع وسائل الإعلام اليوم تناولت هذه الحصيلة وبإيجابية، يعني جميع اليوم جميع المغاربة مأمنين بهذه الحصيلة وبهذه المنجزات اللي تنجزت على أرض الواقع. فهو واهم من يظن أن هذا الحصيلة أو هذا المشروع ديال الدولة الاجتماعية اللي هو مشروع ملكي استراتيجي كبير اللي خص الجميع أنه يساهم فيه، لا معارضة ولا أغلبية ولا مؤسسات، كل واحد من الموقع دياله، أنه لأن خصنا ينجح هذا المشروع، هذا المشروع ديال الدولة الاجتماعية، هذه الأوراش الكبرى الاجتماعية اللي جات خصنا ننجحوها كاملين. ولهذا غادي يحضر معنا اليوم الوزير المكلف بالميزانية سي فوزي القشاع، اللي غادي يعطينا بالمؤشرات وبالأرقام يعني ماذا استدامة هذه المالية العمومية وديمومة الأوراش الاجتماعية الكبرى اللي كينتظرها الجميع، لأن هذا هو السؤال المطروح، ومن حق أي واحد أنه يتساءل، لأن مشاريع كبيرة ومشاريع ضخمة ملكية استراتيجية ستؤطر ماشي على هذه الولاية، ولكن لولايات جاية وواحد العدد ديال الأجيال أخرى غادا تستفد من هذا الدعم ومن هذا المشروع الاجتماعي الكبير اللي هو انطلق مع هذه الحكومة. إذن معنا السي فوزي القزاع اللي غادي يعطينا وغادي يزيد يوضح لنا أكثر، باش يعني احنا نشوفوا كيفاش غنحافظوا على التوازنات المالية ديالنا، كيفاش غنقويوا الاقتصاد ديالنا اللي خصو يتقوى، كيفاش غنجلبوا الاستثمارات. وحنا شفنا كيفاش السيد رئيس الحكومه اعطانا كيفاش انه وسع من الوعاء الضريبي وانه دخلات المداخل، وغادي نشوفوا هذه الحكومه اللي اليقين بان عندها الذكاء الكبير باش غادا تجلب وغادا تحصل على موارد اخرى دون المساس بالمكاسب الاجتماعيه او بالقدره الشرائيه للمواطنين. وشكرا لكم.